امبارح مجلس النواب وافق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. البعض طريقة المناقشة والوقت اللي اخذوه في المناقشة سواء من الدولة لما ابتدت تحل وتناقش الموضوع ده اخذ وقت كبير منها، وحتى في مجلس النواب خد وقت كبير، بما يدل على ان الموضوع موضوع مهم. انما على ثقافتنا عن الحواسب بقى وعن التكنولوجيا وعن المعلومات وعن الحقيقة الحكاية ديت احنا بعافية فيها قوي، واحنا حتى مش قادرين نعرف لما نيجي نتكلم على ان احنا بنقول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ما هو القانون وما هي الجرائم وازاي الجرائم بتتعمل وازاي ممكن اي حد يقع في جريمة ومش واخد باله. عشان كده ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة دكتور بهاء الدين حسن، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات. الدكتور بهاء الدكتوراه بتاعته في أمن المعلومات وأمن الحاسبات. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. طيب نبتدي الاول من القانون اللي طلعه مجلس النواب، وبعدين عايزين يعني نبتدي بتعريف برضه، وعايزين نعرف من حضرتك يعني خلاص بنتكلم في الموضوع ده، ايه الجريمه الالكترونيه؟ هبقى بنتكلم ما هي الجريمه الالكترونيه، يعني ايه امن معلومات، يعني كل ده، يعني ايه القانون اللي طلع ده كده، لان احنا مساحه فاضيه خالص ما احناش عارفين عنها اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الامن المعلومات، يعني ايه امن المعلومات؟ يعني انا ازاي احافظ على المعلومه ان محدش يوصل لها غير مسموح له بالوصول. يعني انا عندي معلومات في مكان في الكمبيوتر بتاعي اللي انا الشخصي واصله على الانترنت، انا خايف على المعلومات اللي جوه، وبالتالي بحاول امنع ان حد غريب يخش من خلال الانترنت يخترق الجهاز بتاعي ويطلع على المعلومات. ايه هي الجريمه الالكترونيه؟ الجريمه الالكترونيه اللي هي ان في حد دخل على مؤسسه او دخل على كمبيوتر بتاع او سنترز بتاع يعني مؤسسه او حكومه واتيفر يعني، ودخل جوه اطلع على المعلومه او دمر المعلومه او خد كوبي منها او غير محتواها. يعني في ناس كتير قوي لما تقول والله المعلومات اللي عندي دي كلها انا عاملها علشان انشرها للناس، او ان انا بجمع احصائيات عشان الحكومه لما تيجي تسال على احصائيات حاجه معينه انا بطلعها وبنشرها، انا مش ما فيش عندي معلومه تستحق تتامن. فدايما انا بحتج على الحته ديت واقول له لا، خلي بالك انت بتعمل احصائيات وبتعمل دراسات عشان تخلي صاحب القرار ياخد قرار سليم. طب افرض لو حد مغرض قدر يخش على المعلومه ديت وراح مغير محتواها، يبقى احنا دلوقتي هناخد القرار على معلومه غير سليم. وبالتالي في زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان للاسف الناس ما عندهاش علم كامل بمعنى امن المعلومات. يعني المعلومات حكايه امن المعلومات دي حاجه يعني سطحيه، وفي ناس كتير قوي ما تحسش ان ليها اهميه، لان يقول لك المعلومه دي سهله وان انا ما تفرقش معايا ان حد يطلع عليها، لكن مش يطلع وبس، ده ممكن يعطل شغلك، ممكن يوقف السيرفر ما يخلوش ينطق، وممكن قوي يغير المعلومه، وممكن ياخد كل المعلومات اللي عندك قبل ما انت تستفيد منها هو يستفيد منها ويقدر يستغلها. طيب ده كله لما انا بعمل تامين، بيبقى تامين هنا للمعلومه ولا تامين للحاسب ولا تامين لمين؟ انا يعني هي اصلها الامن بالنسبه للمعلومات عباره عن مراحل. انا المعلومه انا لو بكتب على في كمبيوتر منفصل تماما عن الشبكه وبكتب معلومات وبخزنها جوه، المعلومات عندي جوه بس محطوطه بطريقه واضحه لاي حد يقدر يقراها. فانا علشان لو انا المعلومه دي ليها درجه سريه او ليها اهميه، فانا باخد المعلومه دي بعمل لها احط عليها layer of security. layer of security اللي هي ان انا بمنع ان حد يعني بشفر المعلومه بحيث ان محدش لو حد طلع عليها ما يفهمش معناها، او ان انا بمنع ما يعرفش اصلا يطلع عليها، ما يعرفش يطلع عليها لان هيلاقيها راندوم عشوائي، كلام عشوائي مش هيقدر يطلع منه نتيجه. دي اول مرحله. مرحله تانية ان انا امنع اي حد يعمل اكسس على الكمبيوتر، هنا بقى دخلنا على الكمبيوتر ايه دخل في الخط، ان انا امنع اي حد يعمل اكسس على الكمبيوتر ده غير مسموح له ان هو يخش. يعني انا بدي سماحيه لناس معينه تخش عشان تطلع على المعلومات وتستفيد منها. لو في واحد وامنع اي حد غير اوثرايزد او غير مسموح له ان هو يخش، وبالتالي بقت في لير تانية انا اقدر امنع ان حد يخش غير مسموح له. لير ثالثه ان انا عندي كمبيوتر هنا ووصل على الانترنت، في واحد تاني الناحيه التانيه عايز يخترق الشبكه ويبدا يخش على الكمبيوتر ويبدا يخش على الداتا يقراها، وبالتالي السكيورتي عندي هنا لايرز متتاليه بتعوق او بتمنع ان حد يصل المعلومه بسهوله. لكن ما فيش تامين 100%، اللي عايز يخش يوصل لمعلومه ويصر على انه يوصل لها هيوصل لها، بس بعد قد ايه وتكلفه قد ايه.
زي الخزنه كده، لو حضرتك بتجيب خزنه في البيت وتقول انا عايز احط الخزنه دي، عايز خزنه عشان احط فيها المرتب بتاعي، كفايه قوي قفل صغير او كالون في درج كويس. لكن لو في مجوهرات وفي حاجات غاليه ومكلفه جدا، ما ينفعش الدرج، ما ينفعش الخزنه الصغيره، لا الخزنه لازم تكون كبيره. بالظبط نفس المعلومات، المعلومه اللي هي بسيطه انا بحب احطها في امنها باللايرز متناسبه مع قيمتها. إن في كل الاحوال ما فيش تامين كامل، صعب ان احنا نقول تامين 100%. طيب ده معناه ما هو اصل برضه الانسان بيني وبين سيادتك يعني هو عدو نفسه، ما هو كل اختراع عمله بيعلق بيه حياته، بيعمل كل حياته عليها، ويثبت فيما بعد ان هذا الاختراع مخترق. ايوه انا النهارده عندي اجهزه كثيره، وفي اي دوله عندها معلومات كثيره جدا لا يجب ان احد يعرفها. ايوه وبقى دلوقتي كله بيشتغل على الكمبيوتر، يبقى امن حاجه ان نرجع للنظام في راينا الامان الحقيقي ان نرجع للنظام القديم. لا احنا مضطرين ان احنا نخش للتكنولوجي بتاعت المعلومات، مضطرين. ما انا بخش له استفيد منه. أيوة. انما معلومات انا والحاجات اللي عندي والحاجات اللي لو فيها ارقام وفيها حاجات اخليها بعيد عن الكلام ده. هو اي جهاز كمبيوتر لو انا مش ربطه هو مربوط طبيعي بشبكه؟ ايوه. لا ما انت لو انت عايز تخش على الشبكه فبتضطر تربطه بشبكه. لا انت عايز. طب لو انا مش عايز اربطه على شبكه هيبقى ملوش قيمه. يعني يا دوب بيبقى يا دوب على قد الناس اللي قاعده كده استفيد منه على قد القعده. لكن انت عايز تجمع معلومات، انما طالما دخل على الشبكه يبقى هيدخل عليها. ما احنا بقى في الحاله دي بنقول ايه؟ لازم نحط لير متتاليه. المشكله في ايه؟ المشكله في ان الناس اللي بتجيب بتعمل انفورميشن سيستم كامل، او بتعمل تبني قواعد بيانات وبتحط شبكات هي متخيله ان هي مجرد ما امنت المرحله الانفراستراكشر دي كده بقى سيستم سكيور فور ايفر. لكن احنا بنمانع وبنعترض يا جماعه، السكيورتي دي النهارده، بكره في ناس ممكن قوي تخترق السكيورتي دي نتيجه التقدم التكنولوجي للهاكرز والكراكرز اللي بيقدروا يخشوا على النظم بتاعتنا ويخترقوها. وبالتالي السكيورتي دي عباره عن صراع دائم، لازم الانسان يبقى على طول بيطور نفسه، لازم يطور الانتي فايروس اللي عنده، لازم يابديت الاوبريتنج سيستم اللي عنده. فهي ما هياش للاسف المعلومه دي برضو مش واصله لناس كتير، ان هو يقول لك لا انا جبت هنا احسن اجهزه وجبت احسن تطبيقات وجبت احسن مش عارف ايه، وبعدين يسيبه بقى سنين. هو بعد 3-4 اشهر الحاجات دي ادمت والناس الهاكرز قدروا يخترقوها. وبالتالي التطوير والتامين لازم يكون مستمر وبدون توقف. يعني اذا الجريمه الالكترونيه كلها قايمه على ان انا دخلت عشان اعرف معلومه او ابوظ معلومه تقريبا كده. طب العك بقى اللي احنا بنشوفه على الانترنت والحاجات اللي في التواصل الاجتماعي دي، أيوة. ده له علاقه بالموضوع ولا دي حاجه تانية؟ لا هو بقى في اهداف تانية، في اهداف تانية الناس بتسعى اليها، اللي هو مثلا عايز يبتز ناس. فيعمل ايه؟ يروح داخل برضه بنفس النظام الاختراق، وبعد كده يخش جوه ياخد المعلومات بتاعتهم ويروح مشفرها، وهي عندهم برضه. يجي هم يفتحوا الداتا يلاقيها كلها عباره عن راندوم. بعد شويه يبعت لهم هم ميل يقول لهم يا جماعه انا شفرت الداتا بتاعتكم، لو عايزين تحلوها ادفعوا قد كده. ده نظام ابتزاز. دي جريمه. ما هي دي جرائم الكترونيه بقى. ده جريمه الكترونيه. في واحد تاني يقول ايه؟ يقول ان احنا قدر يخش ياخد صور شخصيه لعائله او لسيده او وات ايفر يعني موجوده على الكمبيوتر. ياخد الصور دي ويبتز. طب هل في طريقه نقدر نثبت ان ده دخل يعني في البيت؟ نقول لك ده لقى بصمات ايديه. الكاميرا صورته. ده قاعد في بني سويف مثلا في اي بلد يعني وبيعمل الكلام ده كله. هل في دليل نقدر نتتبع منه يبقى هو عمل ده؟ طبعا. احد الامثله ان كان في واحد، نحكي حواديت بقى متعلقه بهذا الموضوع. في واحد كان في فتره زمنيه ما كان معاه عربيته وكان يمشي بالموبايل باللابتوب بتاعه ويلف كده لغايه لما يلاقي انترنت واصله للشارع، ويروح على طول داخل عليها بطريقه ما. في برامج بتقدر تخترق الواي فاي، ويروح داخل على النت على الحواسب بقى اللي هو دي. النتورك النتورك الموجوده، مش عندك في البيت في واي فاي. نتورك. ففي ناس الواي فاي بيوصل للشارع يعني. وبالتالي هو داخل
يلاقي ماشي بالعربيه لقى هنا في نت، يروح داخل يحط برامجه عشان يقدر يخترق نت دي ويخش منها، يقدر يبعت رسائل، يبعت حاجات سريه، او يبعت حاجات مثلا هو عضو في تنظيم ارهابي مثلا، ويبعت رسائله من خلال شبكه صاحبنا ده. طبعا هو لا يعرفه ولا ده يعرف ده ولا ليهم علاقه. قاعد يستمر في الحكايه دي. ده حصل، حصلت ده عندنا في مصر ولا بره؟ يعني مش يعني، لا ما خلاص، يا في مصر يا بره، في مصر يا بره، حاجه من الاثنين. لغايه لما الامن عرف، فبدا يتابع الطرق تانية بقى. بيتابع المصدر فين، مكان الموقع، الشخص ده الكمبيوتر بتاعه موجود في انهي حته. شوف هو بقى بيتهرب من حد يكشفه، لا هم راحوا له عن طريق طرق تانية وعرفوا مكان البوزيشن بتاع الكمبيوتر ده فين، وفوجئ بان في داخلين له يقبضوا عليه وهو جوه عربيه في حته بعيد جدا عن بيته وبعيد عن مكتبه وبعيد عن الانترنت بتاعته، وبالتالي برضه قدروا يعملوا تريسنج ووصلوا لمكان الشخص ده وقبضوا عليه. فانا اصح ذلك ان التكنولوجي بتاعه التريسنج والمتابعه والبحث عن الاشخاص اللي بيعملوا اعمال اجراميه دي افيلبل، ودلوقتي بيقدروا من خلالها يقدروا يعرفوا مين عمل ايه. دخلت سرقت حاجه معلومه وطلعت، هل في الكمبيوتر في التكنولوجي بتاعكم ده في حاجه تثبت ان انا حرامي؟ في لا، ما هو يعني حسب طريقه تتبعني لاي مره ومشيت خلاص. هي مجرد ما حد دخل، ما هو الشبكات بتتصل بعضها عن طريق زي عنوان البيت كده، الاي بي ادرس ده، وبالتالي اللي بيخش من حته بيبقى معروف الاي بي فين، مين انهي اي بي دخل. وبنقدر يعني نعمل له تريس وبنوصل، يعني يمكن الوصول اليه. طبعا يمكن الوصول، بس في طرق كتير بقى بتتجنب انها تستخدم الاي بي بتاعه، فبيخش بقى من خلال حاجه تالت طرف تالت خالص. يعني احنا مره عملنا ابلكيشن لمؤسسه ما يعني، ولقينا ان في حد عايز يعمل عنها هاك يخترقنا. فاحنا السكيورتي اللي احنا بنحطها بتدينا فرصه ان احنا نتابع مين بيعمل لنا هاك. يعني احنا يعني فيها ميزه او فيها جوه الابلكيشن. ايوه طبعا احنا يعرفك انت. طبعا قدرنا نعرف، بنقدر نعرف اللي بيخش علينا ده بيخش من انهي حته وازاي. اكتشفنا ان هو لما ما عرفش يخش علينا من مصر، بدا نفس الشخص يجي لنا من حاول مع خمس ست دول، يجي لنا مره من اليابان، يجي لنا مره من انجلترا، يجي لنا مره من، يعني بيسافر نفس الشخص. ولا بيعمل ده من هنا؟ لا، من هنا، من هنا برضه، من هنا بوسيله ما عن طريق الفيزيكال. يعني بيعمل في حاجه في ابلكيشن يقدر يخليه يخش من مكان وكانه بيكلم اليابان. دي الحوسه. قعدنا بقى نبحث وراه لغايه لما عرفنا ده مين، وجبنا كل التفاصيل عنه. طبعا الناس بتسمع اتمسك ولا يعني، ولا قعدتوا ولا انتوا اتبسطتوا قوي انه عرفتوا هو مين؟ لا لا طبعا احنا سلمنا الملف كله للمسؤولين. طيب اذا النهارده اي حاجه فيها انتهاك لحرية الإنسان أو معلومات الإنسان أو أي حاجة جريمة إلكترونية، طبعا يقع تحت طائلة القانون. طيب دلوقتي اللي يحط يعني معلومة غلط بقى لإشاعة وبغرض الفوضى والحاجات دي كلها، جرائم إلكترونية برضه، جرائم إلكترونية داخلة في القانون العام، داخلة في القانون وبيتحاسب عليها أو هيقع تحت طائلة القانون، وممكن ده يتحكم فيها يعني. طيب اي حد بيخش عشان يكتب حاجه في ازاد في الشائعات، واحنا في الفتره دي فتره الفتر والكلام ده كله، هل ده ممكن الوصول اليه؟ ما هو ما خلاص احنا عرفنا دلوقتي اللي بيعمل حاجه فيها اختراق او فيها تعدي على القانون او مخالف للقانون، ده احنا ممكن يتعمل له تريس ونوصل له. بتوصل ليه؟ مش انا يعني، مش احنا الاجهزه بتكلم علميا علميا نوصل له. بنوصل له. وبالتالي احنا يعني القانون مجرد مصادر، الواحد طبعا سعيد جدا بصدور القانون، بس في بعض. طب ممكن حضرتك تقول اهم الحاجات اللي في القانون عشان توعيه الناس، وهي ما بعض النواقص اللي فيها او الحاجات اللي لا هو من اهم الحاجات اللي في القانون، مثلا جريمه الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات. يعني في ان الخدمات اللي بتوفرها الدوله من خلال وزاره الاتصالات والمعلومات من خلال شبكات ليه حق انتفاع لكل واحد. لو انا قدرت اخش بطريقه يعني مثلا النتورك اللي هنا انا قدرت اخش عليها عشان استفيد لمصلحتي من خلال شبكات الاتصال، بخش من مكان عشان ما ادفعش فلوس واخش ببلاش يعني فري كده بدون تصريح او بدون وجه حق، دي احسن مخالفات اللي يجب ان الناس تتحاسب عليها. في مثلا
في انا ليا حق الدخول على مؤسسه، انا موظف في مؤسسه ومن حقي ان انا اخش اطلع على المعلومات اللي في الافيلابل اللي موجوده على نظم المعلومات الخاصه بالمؤسسه ديت. طب لو انا دخلت بدل ما اطلع بس انا بدات اغير في المحتوى او ان انا اضيف حاجه غير مسموح، خلاص دي دخلت برضه تحت اطار القانون. وبالتالي كل ما هو متعلق ان الواحد يعترض، يعني يحاول يراقب او ياخد نسخه من معلومات متحركه من مكان لمكان، ان هو يخش في النص ويبدا ياخد نسخه من الكلام دوت ويطلع عليها، دي برضه تحت اطار القانون. في الاعتداء على سلامه البيانات والمعلومات ونظم المعلومات، ان انا بعتدي عليها زي ما قلت لحضرتك، ان انا بخش اوقف النظام او اعطل النظام او ان انا اخترقه واعمل في بياناته، دي طبعا تحت اطار القانون. يعني احد القصص اللي انا تحضرني دلوقتي ان في احد المؤسسات كان فيها سيرفر قوي جدا وسيستم محترم يعني، وبعدين الناس اللي موجودين هناك وللاسف ما فيش خبراء كفايه في هذا المكان، فكانوا يعني مش عارفين يديروا كويس. فالناس حست ان بالليل، في ناس بقى بتبقى قاعده مقيمه يعني في بالليل، لقوا ان بالليل السيستم بيشتغل ومش عارفين ده ايه، مش عارفين ده بيشتغل ايه، احنا ما بنشغلوش اصلا، لقوا السيرفر في حركه وجاي رايح جاي. فقعدوا هم يعني ايه شكوا، خافوا يكون في حاجه في ملبوس ولا حاجة. بس فبلغوا الجهات اللي هي مسؤوله عن الحاجات ديت، فبداوا يتابعوا السيرفر دوت، لقوا ان ده في ناس عرفت تخش عليه واجرته، خلاص بقت تعمل عليه شغل وتكسب من وراه، ودول قاعدين زي القلل، وهم دول بقى مش متخصصين. وهي دي النقطه اللي انا مهم ان انا اسيرها يعني في هذا الحوار، ان احط قوانين واحط قرارات واحط جزاءات، وبعدين مين اللي هيتابع الكلام ده؟ لازم في ناس متخصصه، فين هم بقى؟ اقول لازم الناس تامن معلوماتها. طيب هم هيامنوها ازاي؟ ما هو الناس بتسال بقى، انت مش هتحاسب لو المعلومات بتاعتي اتسربت مش هتحاسبني؟ طب انا عايز اامنها، مين هيامنها لي؟ هل في خبراء؟ هل في ناس عندهم خبره؟ طب انا قبل ما انفذ القانون ده ويبقى قانون صارم واللي يغلط يتحاسب، ما لازم يبقى عندي ناس متخصصين وشركات متخصصه وكلام ده موجود؟ للاسف مش موجود، قليل جدا. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان يعني انا بقالي دلوقتي يمكن 11 سنه او 12 سنه بشتغل في التدريب. ليه؟ لان انا اول ما فتحت البيزنس بتاعي قلت بقى انا عندي بقى برامج وعندي حاجات للسكيورتي وهامن مؤسسات الدوله وهعمل وهسوي، فلقيت ناس مش مهتميه. اجي اعمل لهم محاضرات وادي برزنتيشن اشرح فيها يعني ايه سكيورتي، يا عم انت كبر دماغك، كبر دماغك، ما احنا هنا قاعدين يعني. في مدير بنك مره قال لي انا هنا قاعد بقالي مش عارف كام سنه ما فيش مليم خسرته، ما فيش حاجه هتصل هتدق عليا ولا ده. لما نزلت بقى في وسط المهندسين، لان في كتير من المهندسين تلامذتي، يعني انا بدرس داتا سكيورتي وليا تلامذتي كتير في المؤسسات مختلفه يعني. طبعا ده المدير اللي قال كده. لما نزلت بقى قعدت مع التيم بقى بتاع المهندسين اولادي، يعني قعدوا يشتكوا لي مرشاكم من البهدله اللي هم شايفينها والهاكينج اللي بيحصل، المشاكل اللي بتحصل نتيجه عدم وجود لير اوف سكيورتي قويه داخل البنك. فانا حسيت بقى ايه، ما هو ما دام الراجل اللي فوق مش عارف يبقى خلاص كل سنه طيب. نفس الموقف ده حصل برضو مع احد شركات اللي بتشتغل برضو في الصرافه والعمله والحاجات ديت. جه مدير الشركه مره اتصل بيا، الحقني بالليل، خير؟ قال لي ده انا عندي حصل هاك على السيستم بتاعي بالليل وبتاع، تقدر تجي لي دلوقتي؟ قلت له دلوقتي الساعه 7 8 مع الستاف بتاعي كله مشي، مش هقدر اجي اعمل لك حاجه. لا لا شوف لي حل وبتاع. قلت له طب بكره الصبح من 9 اكون عندك. الساعة 8 الصبح اتصل بي قال لي الحمد لله ايه؟ قال لي الشباب عندي حلوا المشكلة. قلت الحمد لله. تصادف بعديها مثلا بشهر ولا حاجة كان في مؤتمر وفي معرض وانا موجود في المعرض، فلقيت في شباب كده جايين يدوروا عليا. اهلا زيكم يا شباب، احنا عندنا مشكلة بقى وعايزين تساعدنا في حلها. ايه حصل ايه؟ حكوا لي المشكلة اللي هي بتاعت الراجل بقى لهم شهر ما عرفوش يحلوها، وقالوا له ان هم حلوها. وبالتالي ليه؟ لان هم بيعتمدوا على هو ايه يعني، مش متخصصين يعني. دول شباب بتوع اي تي زي الفل، شغال شطار جدا وبيجتهدوا، لكن السكيورتي دي عايزه ناس متخصصه ودارسه
مش عايز اقول 10 سنين بس درس كويس، لازم يكون عندهم خبره كويسه. فدي مشاكل من اللي بتقابلنا لما نقول اللي هيعمل كده هنقطع رقبته، وهو اصلا الراجل بيعمل كده وهو هو مجتهد لكن مش فاهم، مش عارف. وبالتالي المشكله دي موجوده في مؤسسات كتير. وانا الحمد لله يعني بساهم في هذا المشروع، في هذا الموضوع ده، بالمؤتمر العربي لامن المعلومات. المؤتمر ده بيتعمل سنوي، بندعو فيه خبراء من العالم كله علشان ييجوا يحضروا للمصريين والعرب في 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 المؤتمر، بحيث ان احنا برضو نعمل اويرنس وننبه الناس الى اهميه السكيورتي. تاني حاجه ايه الابحاث الجديده اللي حصلت. تالت حاجه بنعمل حاجه اسمها سايبر وور جيم، بنجيب الناس الهاكرز بنجمعهم. السنه اللي فاتت جمعنا 45 هاكر وقلنا لهم تعالوا اختبروا البرامج الامن اللي احنا عاملينها. طب انا عايز اعرف الهاكر ده هو ده شغلته كده، شغلته يعني بيعتدي وحرامي وبتاع؟ لا هو الهاكر ده هنخلي الاجابه بعد اذنك بعد الفصل. طيب النهارده احنا جايين مع الدفعه الثالثه من البرنامج الرئاسي لاعداد القاده، جايين اسره كبيره جدا نشارك الاطفال في تزيين المكان والزينه ونلعب معاهم ونجيب لهم هدايا. كل واحد منا المفروض يعمل كده عشان يساهم ويساعد الاطفال الموجودين. حقيقه ملفينا وشفنا الاطفال بيتم الاهتمام بيهم في اكتر من مكان، كنا سعداء قوي ان الفلوس اللي احنا بندفعها وكل الناس بتتبرع بيها للمستشفى بتتحط في الاماكن بتاعتها كويس. طبعا احنا كده النهارده شفنا التوسعات الجديده، ودي بتضم 300 سرير اضافه ل 320 سرير اللي هم موجودين هنا. وجينا لعبنا مع الاطفال وقضينا وقت لطيف في المستشفى. احنا جايين النهارده عشان نشارك الاطفال وعشان نعمل لهم زينه رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. شفنا النهارده في المستشفى كل حاجه، شفنا كل جنيه فعلا رايح فين، شفنا حب، شفنا اسره تانية، كل الناس مترابطه ببعض، شفنا روح حلوه جميله جدا بين كل الناس. الموضوع مش بس انك بتتبرع، الموضوع ان انت تعمل خير وتعلم الناس اللي حواليك هم كمان يعملوا خير، عشان في ناس كتير قوي هنا فعلا محتاجين كل جنيه بيروح ليهم عشان كل العلاج هنا بالمجان. انا احب اوجه الرساله لكل الناس ان المشاركه مش بس مشاركتك الماديه، لا وجودك في المكان، انك تبقى سفير للمكان، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأن المكان بيحمل رسالة وحلم كل المصريين في إن احنا نشوف وطن خالي أو بلا سرطان في يوم من الأيام. يمكنك التبرع من خلال بطاقتك الائتمانية على موقعنا www.57357.org. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. طيب دكتور بهاء، احنا كنا بنتكلم فيه، انا نسيت عن احنا كنا بنتكلم فيه عن طب حضرتك قلت لك ان احنا نقدر نجيب المبدعين اللي هم الهاكرز. جبنا المبدعين الهاكرز وطلبنا منهم ان هم يحاولوا يخترقوا نظم الامن اللي احنا عاملينها. يعني احنا عملنا نظم تأمين وعملناها محلي في مصر، وعشان نطمن انها سكيور فبنعمل ايه. الفكرة بتاعتي ان احنا نجيب الهاكرز ندعوهم في المؤتمر ونقول لهم احنا نعمل مسابقة بينكم، اللي يخترق النظام ده هنديله مكافأة ضخمة. وفعلا دفعنا لهم مكافأة ضخمة. الفكرة غرض منها ان انا اولا لما اجيب الهاكرز اللي في مصر دول، في منهم 10 مصنفين دولي عندنا في مصر، في مصر يعني جبنا 45 منهم 10 دولي مشهورين دوليا وفازوا بعد المؤتمر بتاعي السنه اللي فاتت في شهر 10، راحوا دخلوا كومبيتيشن في اليابان برضو كومبيتيشن دوليه وطلعوا الاول على العالم. هم نفس المجموعه بتوع مصر دول. وبالتالي احنا بنجيبهم نقول لهم ايه، انا عايزكم تخترقوا النظام بتاعي وبتاخدوا مكافاه. انا في خلال وهم بيخترقوا النظام انا بتابعهم وبعمل لهم مراقبه ليهم كلهم ال 45، بقدر اعرف معلومات مهمه جدا. بقدر الاول اعرف اصنف الشباب دول مستواهم العلمي او مستواهم الابداعي في مجال اختراق الشبكات. تاني حاجه بعرف ايه التولز اللي بيستخدموها، يمكن بيستخدموا تولز جديده انا ما اعرفهاش. تالت حاجه ان انا في احيانا هم بيبنوا تولز بنفسهم انا بقدر اتعرف عليها، وبالتالي الشباب دول يقدروا لو طلب مني في اي وقت الدوله محتاجه انا عندي ناس مقيمهم وعارف قدراتهم، و بتأكد كمان بقى ان هم قدروا يخترقوا السيستم بتاعي ولا لا، هعرف مناطق الضعف عندي وبالتالي اقدر اقويها. الكلام ده بعمله كل سنه مره. السنه الجايه في شهر 9 برضو في المؤتمر الثاني لامن المعلومات، المؤتمر العربي لامن المعلومات، هجيب برضو شباب اكتر، هجيب انه بقى دي 75 او اكتر،
من مصر او من دول ثانيه، من دول عربيه ثانيه، واقول لهم حاولوا تخترقوا السيستم اللي احنا طورناه. ما احنا بقى كل سنه بنستفيد من التجربه الاولانيه ان احنا نطور السيستم بتاعنا ونخلي الشباب يحاول يخترقوا ثاني وهكذا. انت حضرتك قلت لي طالما ان جهاز الكمبيوتر اللي عندي ده في ايديا ده ايا كان نوعه، لابتوب ولا تابلت ولا حتى موبايل، يعني ان ده طالما متصل بالشبكه يبقى اي حاجه سهل انه يخترق، معرض للاختراق. معنى كده يعني انا مش عارف معنى كده ان لو شلته من الشبكه، شلت النت ده خالص، يبقى خلاص كده ما حدش يقدر يقرب له؟ يعني افضل حمايه ان انا افصله. ما هي اقول لحضرتك حاجه، الحمايه يعني انا لو انا عندي كمبيوتر وعايز اخش على شبكه المعلومات او الانترنت اوصله بالانترنت ساعتها بس. لو انا مش عايز، لو شلت يعني الانترنت ده يعني ما في، يعني كان انا الراجل ده ليه كهرباء قطعت الكهرباء عنه بالظبط كده، يعني ده خلاص بالظبط. وبالتالي انت لو انت سبت، تخيل حضرتك سبت الكمبيوتر بتاعك مواصل على النت طول الليل، ايه اللي بيحصل؟ معرض لحاجات كتير قوي. لا تتخيل ان دلوقتي الشباب بيعملوا ايه، ان هم اولا اول حاجه اخترق الكمبيوتر نفسه. تاني حاجه زي ما حكيت الحكايه لحضرتك دي بتاعت المؤسسه اللي كان فيها كمبيوتر بيشتغل بالليل لوحده اللي عليها عفريت ده، ان في ناس ممكن يتصلوا بكل الكمبيوترز دي مع بعض ويشغلوا لحسابهم. يعني مش الكمبيوتر ده جواه فيه باور، فيه بروسيسور بيشتغل بيقعد يحسب، مش ممكن اشغله لحسابي؟ لو انا قدرت اخش على 100 كمبيوتر ناس سايباها على النت بالليل، اقدر ادخل اشغل كل دول من حسابي من خلال الكمبيوتر بتاعي في مكان ما، ممكن في مصر ممكن بره مصر، اروح داخل على الناس اللي شغاله الكمبيوتر بتاعتهم بالليل ووصلينها على الشبكه واشغل كل دول لحسابي الشخصي. طيب سؤال، لا الكمبيوتر بيقعد يشتغل كده واخد انا استغل الباور دي في حسابات خاصه بيا. السؤال الثاني، يعني انا لو فصلت النت يبقى الكمبيوتر ما حدش يقدر يخش عليه ولا يقدر يعرف على ولا هو الجن ابن الجن ده؟ خلاص ده خلاص. طيب انا النهارده قاعد على الكمبيوتر، يعني انا يبقى النصيحه الاولانيه اللي حضرتك بتقولها ان طالما انك مش شغال على الكمبيوتر تفصله عنه. تفصله بالظبط، ده كده بالظبط. طب لو انا بقى انا قاعد شغال على الكمبيوتر، هل في وسيله ما تعرفني لو حد داخل بيتلصص كده بقى، ولا عايز يسرق، ولا عايز ينيل، اقدر اعرف ولا ما اعرفش؟ هو مع غير متخصصين صعب جدا انك تقدر تسنس اصل هما بيعملوا ايه. انا هحكي حاجه، هو بيعمل حاجه سهله قوي، بيبعت لك حاجه زي فيشنج كده، يبعت يقول لك ايه يعني لسه امبارح جاي لي واحده من رسائل، من الرسائل دول انت في طرد جاي لك في من الحته الفلانيه ومش عارفين نوصلون لك البيت لان العنوان مش واضح، فلو سمحت نزل لي الفايل ده في بيانات الطرد بتاعك اللي موجود في البريد. فمجرد ما تنزل انت بقى، انت بقى في طرد جاي لك انت طبعا. طب وانت عارف بيانات طرد منين اللي هتنزلها؟ ما هو ما موجوده بقى، موجوده اتاتشد في زيب كود، ما مضغوطه وموجوده معاها مع الايميل اللي جاي لك. هو بعتها لك يعني؟ هو بعتها لك. بيقول لك انت عايز تعرف الطرد بتاعك، نزل البيانات اللي عندك دي، نزل الفايل ده عندك وفي كل البيانات وتعالى خده. بس جاي لك علبه محترمه يعني. ف تخيل لوحدك لو في اي واحد مش متخصص او ما عندوش يعني مش فاهم المشاكل الحاجات ديت، عايز يروح ياخد الطرد فيروح منزل الفايل ده بس خلاص كده. مجرد ما نزل الفايل ده هيروح البرنامج اللي نزله، هيروح دخل جوه الكمبيوتر بتاعك وبقيت انت تابع للشخص اللي بعده خلاص، ولا هتعرف ايه اللي بيحصل. وهو سحب من خلال البرنامج اللي نزل ده، سحب منك كل المعلومات بطريقه بسيطه جدا، ان هو بعت لك ايميل وطلب منك تنزل فايل، وبالتالي انت بقيت دلوقتي احد اعضاء الشبكه بتاعته. ولا يقدرش يطلع منها تاني؟ خلاص بقى، ما انت لما تمسح الفايل وانت مش عارف الفايل ده راح فين، هو نزل في حته واختفى، وتقعد طول ما تفتح الكمبيوتر وتوصل الشبكه على طول بقيت انت احد الكمبيوترز اللي شغالين معاه. تلاقي بالليل بقى الكمبيوتر بيشتغل لوحده. حتى لو فصلته عن لا لو فصلته لا خلاص. ما دام فصلته هو مش عارف يستفيد، ما هو دي عامله بقى زي. طيب يبقى النصيحه الابديه انك طول ما انت بتشتغل على الكمبيوتر خليه، اول ما تشيله شيله على النت. يعني ده اول نصيحه. يعني انت بتكتب مثلا، انت بتكتب رسائل، بتكتب بحث علمي، وقاعد تكتب كلام كتير قوي على الكمبيوتر، ايه لازمه النت موجوده معاك؟ ما فيش داعي. انت بالليل سايب الكمبيوتر يعني انت النت جايبه لما تكون بتدور على معلومات، بتدور على حاجه بالظبط. انت بتشغل الكمبيوتر بتاعك بيعمل موسيقى بالليل، بيدي اغاني، ايه لازمه النت معاك؟ ما انت طول ما النت معاك انت معرض للهاكينج. يعني اامن حاجه ان انا طالما ان الكمبيوتر مش محتاج نت
خلاص يبقى انا شايل النت وانا بستفيد منه في الحاجات التانية، اي حاجه مزيكا تانية. افلام لا تكون منزلها عندك طبعا وتتفرج عليه زي ما انت عايز. هي لو عنده مش هحتاج نت، ما عنده مش هحتاج نت، هتحتاج ليه؟ فهو وحتى النت اللي بيجي لو الجهاز اللي بيجي ده وال ما هو مادام دخل على النت يبقى دخل على الشبكه، دخل على النت على طول، دخل كده ممكن اي حد ممكن يخش عليه، وخصوصا لو نزلك ابعت لك ميل ودخل عندك البرنامج بتاعه خلاص بقيت انت تتابعه. طيب نصايح ايه حضرتك لاي حد عنده كمبيوتر او عوا بيشتغل في معلومات او في اي حته؟ النصايح بتاع حضرتك ايه بقى؟ والله اول حاجه يعني قلنا شيل بالنسبه للمؤسسات الكبيره، يعني هو في تهديدات للشخص وفي تهديدات للشركات وفي تهديدات للمؤسسات الكبيره الحكوميه، في كل واحد حسب حجم المعلومات اللي عنده. يعني هو شخص في بيته زي ما قلنا يفصل النت بحيث ان هو ما يخش عليها الا في وقت الاحتياج، معلومات كلها تبقى اللي على الكمبيوتر تبقى برضو ليها باك اب بره، حاطط على سي دي، حاطط على فلاش ميموري المعلومات الشخصيه اللي هو مش عايزها تتعرض لانها تتنسخ او ناخد منها نسخه، احطها بره، انا ليه احطها جوه الكمبيوتر على طول؟ ودي المشكله اللي بتحصل في الموبايل اللي بياخد صور وبياخد مش عارف ايه والكلام ده كله، للاسف الموبايل انت صعب قوي انك تفصله عن النت، هتلاقي دايما في اي لحظه مجرد ما شبك على النت الحاجات ممكن تتاخد اللي جواه. فلازم كل المعلومات الشخصيه اللي ليها اهميه دي لازم تتحط بره، تتحط بره عشان لو حصل حتى لا قدر الله تدمير للداتا يبقى انت عندك نسخه اصليه بتشتغل بيها تاني بتحملها تاني. دي من الحاجات الشخصيه. طب لا، شركات القطاع الخاص بقى والمؤسسات اللي هي الماليه والحاجات ديت، دول لازم يبعتوا فريق من عندهم يتدرب، لازم الناس تتدرب. يعني انت عندك شوف في الشركات اللي هي عندها معلومات ماليه او بنوك او كلام ده، لازم يبقى عندهم حاجه اسمها سيرتيفايد سكيور كمبيوتر، في حاجه اسمها تشيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر. اي مؤسسه ماليه لازم عندها تشيف اوفيسر، ده مسؤول عن الحكايه، لازم يكون في واحد مسؤول. المسؤول ده هيفيدني في ايه؟ المسؤول ده ملوش دعوه بالاي تي، الجماعه التيم بتاع الاي تي دول زي اللي قلت لك الشباب اللي جولي المهارات دول شغلهم كفايه عليهم الشغل اللي هم بيقوموا بيه. السكيورتي دي لازم واحد متخصص، التشيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر ده لازم يكون مسؤول عن يعمل ريبورتنج للتوب مانجمنت، لازم يقول للمدير بتاع المؤسسه في مشكله كذا اتصلحت ولا لا وهو يتابعها. احنا يعني انا لا تتخيل حضرتك انا كمان، والكلام ده كمان موجود في قانون البنك المركزي اللي بالتعليمات اللي بيديها للبنوك البنك المركزي طالع. فانا جبت مره التعليمات بتاعته بيشترط على كل بنوك مصر اللي موجوده في مصر ان لازم يكون فيها تشيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر، لازم يكون عندهم ضابط امن معلومات او المهندس امن معلومات مسؤول عن متابعه الامن المعلومات ويرفع تقاريره للمانجمنت، ملوش دعوه بالاي تي، ملوش دعوه بالجماعه، مش يعني مش شغلته دي، مش شغلته ما بيشغلش البتاع، انما حمايه فدي بالنسبه للمؤسسات الخاصه او البنوك لازم يكون عندهم فريق ومعاهم التيم ليدر بتاعهم اللي هو الانفورميشن سكيورتي اوفيسر دوت. مؤسسات الدوله لازم طبعا لازم يكون على الاقل مدين اويرنس لكل مستخدمين الكمبيوتر. يعني ان عندي في كل مؤسسه دوله اعداد ضخمه من الموظفين اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر، الاعداد الضخمه دي كلها لازم تتعلم ازاي تحافظ على الكمبيوتر بتاعها، مبادئ غير بقى السكيورتي اوفيسر، غير الناس المتخصصه في حمايه المعلومات من الهاكينج والاختراقات. احنا عندنا رسائل لسيادتك بقى. ما هي آلية التعاون الدولي لمكافحه جرائم تقنيه المعلومات؟ وما الحالات اللي يطبق فيها قانون مكافحه جرائم الانترنت على المصريين بالخارج؟ وكيف هل العقوبات لا ده انت بقى. طب نخلينا واحد 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 واحد. ما هي آلية التعاون الدولي لمكافحه جرائم تقنيه المعلومات؟ هو في فعلا تعاون دولي، ان هو ليه؟ لان شبكه المعلومات دي مغطيه العالم كله، وانت معرض للهاكينج من مش من مصر بس، انت داخل على شبكه واصله بالعالم كله، وبالتالي اللي هاك ممكن يخترقك من مصر او من امريكا او من جمهور افريقيا، وبالتالي من مصلحه دول العالم انها تتعاون في البحث عن المجرمين، تبادل المعلومات حول الشبكات واختراقها ازاي، وان هم يقدروا لو حصل واحد اعتدى على بلد تانية واخترق نظامها نقدروا هم يقبضوا عليه. طيب الحالات بقى اللي طبق فيها قانون مكافحه الجرائم من الانترنت على المصريين في الخارج، المصري لو اشترك كمصري اشترك في ما يسيء لمصر من خلال الشبكه، او عمل زي ما كنا بنقول عمل
يعني دعاية أو عمل حاجات مثلا شرح نظم، عمل قنابل عشان إرهاب، حاجات تخص الإرهاب، حاجات تخص دي كلها لو حطها على الانترنت هيدخل تحت القانون بره. ممكن يخش تحت قانون القانون. وبالتالي احنا لو في تعاون بيننا وبين الدول ديت او في اتفاقات دولية احنا ممكن نختار الدول دي ان هو طيب. ده الراجل العقوبات مش هل العقوبات مشددة بالنسبة بما يتعلق باختراق المواقع او الحسابات الخاصة بالدولة وكذلك التحريض؟ طبعا التحريض والابتزاز، الدخول على العقوبات الخاصة. دي بقى فندم العقوبات ايه؟ لا دي نازله في القانون، يعني انا مش حافظ بالظبط، لكن فيها سجن وفيها غرامات ماليه ويعني ما هياش مش سهله يعني. طيب اختراق الحسابات الشخصيه بتاعت الاشخاص دي جريمه؟ طبعا لان ما تخيل انت واحد بيخش البنك زي اللي بيخش يسرق من الخزنه. استاذ هاله سعد ربنا 50 سؤال، هل باقرار القانون سيتم ضبط منظومه الفضاء الالكتروني؟ الفضاء الالكتروني ده او عباره عن الشبكه اللي اصل هو في احنا كنا بنتكلم على معلومات، لكن السايبر سيكيورتي عندنا اكتر من المعلومات. يعني ايه اكتر معلومات؟ يعني مثلا لو حضرتك تخيلت عندك شبكه المواسير اللي هي مواسير الغاز المنتشره في مصر، مواسير البترول المنتشره في مصر اللي بتربط ما بين الوحدات الانتاج ومعامل التكرير والكلام ده كله، كله ده بيشتغل عن طريق سايبر سيستم، يعني كله بيتحكم فيه عن طريق شبكه معلومات رابطه كل الحاجات دي ببعضها. فلما كنتش انا مامن الشبكه دي كويس ممكن اقدر اوقف اقفل محابس افتح محابس. هي دي المنظومه اللي بيسموها الفضاء الالكتروني. الفضاء الالكتروني اللي هو السايبر سبيس اللي هو اكتر من الداتا اللي احنا بنتكلم عليها. النتورك دي على مستوى الانترنت دي على مستوى اوسع، لان هو ما هياش معلومات بس، يبقى معلومات وتحكم وكنترول، حتى اشارات المرور بقت تتحكم من خلال الشبكه. وبالتالي العمليه وسعت، ما بقتش داتا بس، لا بقت اكبر كده بكتير. واحنا مضطرين ننجرف في هذا الاتجاه، مضطرين، لان دي تكنولوجيا عالميه واحنا مضطرين نستخدمها عشان نقدر في نتحكم فيها. احنا بحاجه لمزيد من التشريعات المتعلقه بمجال تكنولوجيا المعلومات يا فندم. هل احنا محتاجين مزيد من التشريعات في مجال تكنولوجيا المعلومات؟ احنا بس نخلص القانون، نعمل ده بس، نطبقه بس، ونجيب خبراء ونعلمهم بحيث ان هم يقدروا يحموا الناس من اخطاء عشان ما يعوش في تحت طائلة القانون. ماذا عن مكافحه جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانيه ووسائل الدفع الالكتروني؟ كل ده تحت طائلة القانون، كل داخل في القانون. ماذا عن كيفيه تحديد طريقه استخراج وتحديد الدليل الرقمي، ومتى سيتم الاعتراف به قضائيا؟ اعتقد ان الدليل الرقمي معترف به قضائيا من ساعه ما، يعني انا دلوقتي القضاه بياخدوا دورات تدريبيه ومهتمين جدا، وبقوا ناس بقوا خبراء في مجال الانترنت والسايبر سيكيورتي، لان هم دول اللي بيحكموا وهم اللي بيقدروا يثبتوا على حد ان هو قدر يخترق. استاذ مجد علي بيقول لحضرتك، كيف اتجنب اضرار البرامج الخبيثه حيث لا يمكن تثبيتها على الهاتف دون الموافقه على الاذونات الخاصه بها، وهل هناك بديل موثوق فيه للبرامج الضاره الاكثر شيوعا بين المستخدمين؟ هو في انتي فايروسز افيلبل موجوده، المطلوب ان هو دايما يابديت الانتي فايروس ودايما يابديت برامج الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده، بحيث ان هو ما يبقاش حاجه قديمه فيها ثغره وهو لسه مستخدمها والجديد سد الثغرات ديت. وبالتالي احنا لازم نعمل ابديت لهذه المعلومات للاوبريتنج سيستم وابديت للانتي فايروسز. طيب الاستاذ صلاح السعيدي بيقول، كل الصور الخاصه ورحلاتي واولادي واحفادي وكل صور الوثائق الخاصه ب 25 يناير 2011 وكذلك توثيق صور صوره 3/7 محتفظ بها على صور لولا والريف، في خطوره عليها وهل يمكن سرها بالكامل او تدلدها في جوجل؟ ارجو افادتي لان في ناس كتير بتحافظ بيها في هذه المكانين، وشكرا. انا احبس دايما، انا زي ما بقول لحضرتك انا معتبر اي حد بيخش على شبكه المعلومات كانه قاعد في برودكاست ستيشن، محطه اذاعه، كل اللي عنده ممكن نطلع عليه. وبالتالي انا لازم اي حد عنده حاجات مهمه مهما كانت موجوده في اي حته لازم عنده باك اب على هارد ديسك بورتابل او على فلاش ميموري او سيديهات واتيفر، لازم يكون عنده الباك اب ده موجود. وهو حطها ليه على جوجل ولا على عفريت؟ لا طب يقدر يرجعها؟ طبعا يقدر يرجعها. طب وهم هيكونوا احتفظوا بنسخه منها؟ اكيد
يعني ده راحت خلاص اكيد طبعا. وقاعد في باب الليمون هنا في حط باب الليمون. يعني من الحاجات اللي انا يعني لا تتصورها يعني انا في بيتي باجي بالليل بتفرج على بخش على اليوتيوب بتاع السمارت تي في وبجيب مسلسلات اتفرج عليها القديمه بدل ما اقعد اتفرج على الاعلانات. لا انا ايه اجي في يوم اتفرج على حلقتين ثلاثه ورا بعض ساعتين زمن وراحت بتعشى كده ولا حاجه. افاجئ ان نازل لي في على اليوتيوب نازل لي على جوجل نازل لي كل المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها مثلا الشهر اللي فات كله باليوم. ازاي ده انا متفرج على التلفزيون في بيتي تنزل على جوجل كل المراحل وكل الحاجات اللي انا عملت عليها سيرش وكل البحوث اللي انا عملتها تلاقيها نازل على جوجل ان انا عملت سيرش يوم كذا على كذا وعملت سيرش يوم كذا على كذا واتفرجت على الفيديو الفلاني يوم كذا. طب هم عرفوا ازاي؟ ما انا داخل على اليوتيوب مش اليوتيوب ده واصل على النت. يعني خلاص يعني. خلاص كده طيب خلاص كده. رانيا اسامي بتقول لحضرتك امن المعلومات موضوع مهم جدا وحرر في الوقت الراهن بعدما ادت الالعاب الالكترونيه لانتحار اشخاص بناء على ما حصل عليه من معلومات شخصيه لمستخدمي هذه البرمجيات. تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم. هي بتقول ما يعني شوف انا حاجه احنا بتشارك برايي احنا بنعالج القضيه بتاعت المشاكل دي بالاورنس. اورنس يعني معناها لازم الناس كلها تبدا تتعلم يعني ايه سكيورتي. تتعلمها ازاي؟ احنا فاتحين مراكز تدريبيه في مصر. ده في 12 مركز تدريب موجودين بيشتغلوا في هذا المجال. في دبلومه في الاكاديميه البحريه اسمها انفورميشن سكيورتي دبلومه حتى لاولادنا يعني الاولاد طلبه الجامعه اللي يحب يروح ياخد الدبلومه ديت في الاكاديميه البحريه. انفورميشن سكيورتي دبلومه دي بتخليهم من صغرهم يبداوا يتعلموا يعني ايه سكيورتي وبالتالي لما يتخرج هيبقى معاه جنب البكالوريوس هيبقى معاه دبلومه بياخدها وهو لسه طالب. طيب. كل ده عشان نقدر نقول للناس يا جماعه كل المواطنين لازم يبداوا يبقى عندهم حد يعرف حد يقدر يعمل له اكسس كده يجيب ويقول له تعالى حل لي المشكله دي. طب اللي مشكله عامه اصلها ما هياش استاذه سناء ضيف بتقول كيفيه الابلاغ عن اختراق الحسابات واخذ الصور ووضعها على حساب في الفيسبوك وباسم اخر تعمل ايه صاحبه الصوره الشخصيه؟ دي في بقى طبعا مباحث انترنت موجوده في العباسيه ممكن تتجه هناك وتقدم شكوى ودوروا هم يجيبوا لها يضطروا يجيبوها يعني. طبعا طبعا يجيبوا. طيب استاذ عبده اسماعيل بيقول هل حقيقي من يكتب في كومنت اوف وتظهر ملونة يبقى حسابه مؤمن وتظهر غير ملونة يبقى حسابه مخترق ويلزم تغيير الباسورد حالا؟ هو حكاية تغيير الباسورد دي اولا الباسورد لازم الانسان يحافظ عليها ما يدهاش لحد خالص. ولو حد جه قال له زي ما قلت لحضرتك كده بيجي لك يقول لك ايه البنك حصل فيه عطل. لا البنك حصل فيه عطل لو سمحت دخل حساباتك دخل باسورد عشان هنغيرها لان دلوقتي الباسورد بتاعتك كشفت الحق بسرعة دخل الباسورد الجديدة ودخل باسورد القديمة بس خلاص راح واخدين الباسورد يقدر يخش على الكمبيوتر تلاقي تاني يوم ولا في ساعتها يكون جاي له رساله على الموبايل تم سحب المبالغ دي من حسابك. ففي مشاكل كتير بتحصل الناس احيانا هو بيقول ملونه ومش ملونه دي لا صحيح لو طلع ملونه يبقى مؤمن ومش ملونه يعني طلع هو يعني هي مثلا يقول لك ايه HTTPS لونها اخضر يعني معناها انت في امان عشان الداتا اللي بتنقل دي بتبقى سكيور ومؤمنه وانكريبتد. لكن الحاجات البابليك لو انا ليا معلومات مهمه الحاجات البرامج اللي هي جايه لي على البابليك انا ما بضمنهاش لان كل في تطور دائم كل شويه الناس بتخترق ودليل على كده في كام معلومات خاصه بناس كام مليون شخص معلوماتهم اتسرقت الايام اللي فاتت من مؤسسات دوليه. الاستاذ حسن محمد بيقول لابد من وجود ضوابط تسمح باستخدام تداول الانترنت باسلوب ملائم يتواكب مع تكنولوجيا العصر يخدم الإنسانية بحق المعرفة والاطلاع ومراقبة أمنية متخصصة لديها الكفاءة العلمية ووضع قوانين تحافظ على أمن وسلامة المستخدمين من قراصنة الإنترنت وحماية تداول المعلومات الخاصة بالدولة والمواطنين لكي يحد من بعض الشائعات المغرضة. يعني هو بيتكلم في الإطار ده إن إحنا يعني الأستاذ عبد الحميد الشورى بيقول خالص صح بيسلم على سيادتك وبقول أصبح استخدام شبكة الإنترنت من أهم أساسيات البيوت المصرية فهل انتشار الإنترنت وانتشار الجريمة الإلكترونية يؤدي إلى خلل كبير في اقتصاديات المجتمعات وأمنها القومي؟ هل الإنترنت يساهم في تحقيق التفكك الأسري والخلافات بين الأفراد؟ أيوة أنا بقى طبعا. احترامي لك يا دكتور أيوة طبعا ده مش تفكك ده هو التفكك. يعني الصورة اللي هي كان بيجيبوها في التلفزيون على أسرة رايحة تزور جدتهم وكلهم قاعدين كل واحد ماسك الموبايل بتاعه
وبالتالي فين الزيارة دي ولا معناها، وفين الأسرة وفين الحياة العائلية الدافئة اللي كانوا يقعدوا يحكوا وياخدوا. طب النريمة بتاع ده بيعمل خلل في اقتصاديات وكده؟ اه ممكن طبعا يعمل خلل رهيب في الاقتصاديات لو ما كناش مستخدمين وسائل التأمين اللازمة. يعني وسائل التأمين اللازمة لازم تتخذ خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد القومي. طيب أنا عندي بقى في عندي رسائل الحقيقة من الأستاذ محمد البشاوي والأستاذ، يعني عندي ثلاث رسائل، أنا أصل الوقت خلص للأسف. طيب البنية التحتية اللي ستعتمد عليها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن سمعنا أنها ستعتمد على مركزية الخدمات، هذا يعني أن يكون هناك مركز معلومات موحد وكبير يضم جميع البيانات والبرامج الخاصة بجميع الوزارات ولا تعتمد عليها لديها مهمية، فهل جميع الوزارات مستعدة لذلك؟ أرجو مناقشة التحديات والفرص المتاحة. ما يتعلق بال هي العاصمة الإدارية الجديدة بيستخدموا فيها دلوقتي التكنولوجيا عالية جدا، بيستخدموا فيها أحدث نظم، ويعني انا الواحد فخور ان هو بدات تبني مدينه في مصر بهذه القدرات او بهذه البرامج ووسائل التامين و بيسموها سمارت سيتي يعني. بس دي حاجه مشرفه يعني، بس طبعا مصر انا اقول ايه، اللي بيعمل سكيورتي لاير وبيبني نظم لازم يعملها ابديت مستمر، ولازم ادرب الناس اللي تقدر تعمل ده باستمرار ولازم يكون في التدريب ده يكون على مستوى الدولة تمام. مش على مستوى شخص أو مستوى مؤسسة. دكتور بهاء الدين حسن بشكر حضرتك جدا يا فندم جدا يعني، وربنا يستر علينا بقى باللي انت تقوله ده، احنا هنشيل النت من كل حاجة عشان نرتاح. بشكر حضرتك وتصبح على خير.